يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس عمامة وهو من أهل هذه البلاد، فهل يعتبر قد لبس لباس شهرة؟ نعم نعم، المفروض أن المسلم يلبس ما يلبسه المسلمون في بلده ما لم يكن مخالفا للشريعة. إذا كان لباس أهل البلد موافق للشريعة فلا يجوز لك أن تخالفهم، فإن خالفتهم يصير هذا شهرة، يصير هذا من باب الشهرة. نعم.